من شافها يغتنمها كانها الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعينا رياضة الآباء والأجداد، لا زالت الانطلاقات تتوالى في هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين وأطال الله بقاءه. مع تحدياته ومنافسات 8 كيلومترات بعد انقضاء أشواط الرموز ومنافساتها وتحدياتها وانطلاقاتها بهذه الشعارات التي قدمت من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مرحبين بجميع الأشقاء القادمين في ميدان الشحانية الذين يتواجدون من أجل المركز الأول الذي هو حلم لجميع المتنافسين ولجميع هذه الشعارات المتواجدة. الشوط الأول الرئيسي للثنايا البكار وهو شوط الرمز ذهب مع عملة لهجن السيلية وبعملية التضمير وحمد بن راشد بن راية متابعا لها ولانطلاقاتها وتحدياتها، فذهب بالسلامات إلى الأشقاء هنالك في دولة قطر الشقيقة. أما شوط القعدان فقد ذهب مع الزناتي الذي تميز بقوته وصلابته حتى الأمتار الأخيرة، فانتزع المركز الأول ليهدي السلامات إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ويقول لنا شعار أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، فتهانينا لأصحاب الرموز. أما في هذه اللحظات فشوط جديد وتحديات وتطلعات جديدة في منافسات الشوط الأول ما بعد الرموز، في منافسات هذه الشعارات المتواجدة وهذه الأسماء التي تتواجد من أجل المركز الأول ومن أجل سيارة هذا الشوط. نرى على المركز الأول مباشرة من تتواجد بدورها وتنطلق على مقدمة الشوط، فهذه هي المتواجدة بانطلاقتها وتحدياتها ومنافسة كذلك شعارها الممتاز الذي يتواجد وقادم من دولة قطر الشقيقة. فهذه الجافل لعبد الهادي بن علي المري الذي يتواجد بشعاره وتحدياته ومنافساته. النقل بدورنا إلى المركز الثاني وإلى القادمة في هذه اللحظات، فهذه دمعة لعماد بن غريب الجنيبي القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. أما المركز الثالث فالوصول في هذه اللحظات من نوف القادم المبارك بن حمد بن مبارك النابت القادم من دولة قطر الشقيقة للمنافسة في هذا التحدي الكبير وفي هذه المنافسة الكبيرة. النقل بدورنا إلى المركز الرابع الواصلة كذلك بشعار سالم بن عبيد بن الحمر المري الذي يتواجد وينطلق كذلك برفقة السعدية المتواجدة والمتنافسة والقادمة كذلك من دولة قطر الشقيقة. أما المركز الخامس فهذه نجد القادمة بكل قوة والمتنافسة مع بندر بن محمد بن زومان الهاجري الذي يقدم لنا تحديات وانطلاقة نجد، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من شعار البريدي القادم بكل قوة مع بلشة لحمد بن جار الله البريدي الذي يتواجد برفقة كذلك المتنافسة والمنطلقة هي بلشة. العودة مشاهدين الكرام بعد انقضاء الخمس المراكز الأولى إلى المركز الأول مباشرة إلى من تتواجد على المركز الأول على الرقم 1، فهنالك من تنطلق انطلاقا ممتاز في هذه اللحظات أمام مرأى الجميع بمنافسات وتحديات من يتواجد هنالك. عماد بن غريب الجنيبي الذي يقدم لنا دمعة المتواجدة على المركز الأول بتحديات وانطلاقة الجنيبي الذي يطمع أن يبعث السلام هنالك إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة
مع دمعة وتقدمها في المركز الأول ومنافساتها على مقدمة الشوط في هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، وهذه البطولة 21 السنوية التي تقام كذلك بمكرمة من صاحب السمو أمير البلاد يحفظه الله ويرعاه، وكذلك الدعم السخي من ولي العهد الأمين يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه، وكذلك الشكر متواصل هنالك للجنة المنظمة هنالك في دولة قطر الشقيقة التي تدعم هذه الرياضة، مع كذلك الدعم السخي في ثامن سنة لهذا الدعم المتواصل. فشكرا، شكرا لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد الذي يدعم هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. نعود إلى وقائع الشوط ومنافساته وتحدياته وانطلاقة دمعة التي لا زالت على المركز الأول منصبة نفسها على مقدمة هذا التحدي الكبير وهذه المنافسة الكبيرة وهذا الانطلاق، طامعا بأن يبعث السلام إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. في هذه اللحظات انسونا عن الموقع، فهذه 4 كيلومترات انقضت وطويت ملفات 4 كيلومترات وبدأت قصة جديدة من قصص الناموس والكفاح مع تحديات هذه الشعارات وهذه الأسماء المتواجدة. المركز الثاني في هذه اللحظات التواجد والانطلاق من نوف المتواجدة والمنطلق المبارك بن حمد بن مبارك النابت متواجد وقادم من الشحانية من الدوحة من دولة قطر الشقيقة مع منافسات هذا الشعار وتحدياته. المركز الثالث في هذه اللحظات بالحمر قادم بمنافسات شعاره وانطلاقة سالم بن عبيد بن حمد بن الحمر المري الذي يقدم لنا السعدية المتواجدة والمنطلقة على المركز الثالث. أما المركز الرابع فهذه بلشة المتواجدة بشعار البريدي الذي يتواجد دائما بتحدياته وانطلاقته، لا هدوء لهذا الشعار في المنافسات في الرموز والسيارات والتحديات. حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي مع تحديات شعاره وانطلاقته وقادم كذلك من دولة قطر الشقيقة. المنافسة هنالك مع المركز الخامس، من القادمة في هذه اللحظات مع خامس المراكز، وأول إذاعة لتكريم ندى بن سعدون الشمر الذي يقدم لنا تحديات أبناء المملكة العربية السعودية قادمين من حايل. نعم مشاهدين الكرام، هذه الخمس المراكز الأولى. نعود إلى المركز الأول، التحدي الأول، وإلى المنافسة هنالك مع مقدمة الشوط. فلا زالت دمعة على المركز الأول، باحثة عن السيارة، باحثة عن الزعفران، باحثة عن كذلك التتويج. يا سلام يا سلام، سيارة في نهاية هذا المطاف، سيارة وهنا رباعية ممتازة، رباعية خطيرة متواجدة بتحديات هذه الأربع المراكز الأولى. فهنالك على المركز الأول هنالك المشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنالك التواجد وتعزيز الموقف من كذلك أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مع المركز الثاني، ولكن ثالث المراكز ورابع وصلوا في هذه اللحظات هنا القادمين من دولة قطر الشقيقة بمنافسات بلشة لجار الله حمد بن جار الله البريدي، وهنالك نوف المبارك بن حمد بن مبارك النابت. إلى أين تسير هذه السيارة؟ إن لم يكن كلام آخر لأبناء المملكة القادمين بتحدياتهم من واقع تقدم تكريم القادمة لندى بن سعدون. الشمري قادم، الشمري قادم، يا سلام. وهنالك نجدة القادمة مع الهاجري القادم بكل قوة، القادم من جوف بن هاجر في هذه اللحظات مع بندر بن محمد بن زمان الهاجري، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى البريدي المتواجد مع بلشة. الله الله
الله احتمل وطيس مع تحديات وانطلاقة النواميس مع منافسات هذه الأسماء المتواجدة، ولكن بالشعل المركز الأول بهذه السلالة العريقة التي تثبت الوجود في التحدي في الإثارة في القوة الحاضرة دائما مع هذه الأسماء. ولكن لا عزاء لكم يا أيها المتأخرون، كيلو 500 ما تفصل عن السيارة، ما تفصل عن الزعفران، ما تفصل عن هتافات الجماهير. يا سلام يا سلام، إما المركز الأول وإلا فلا، إما المركز الأول وإلا فلا. تقدموا تقدموا فإن المجد أمامكم، تقدموا إلى مجد تليد يسطر في تاريخ الهجن العربية الأصيلة. الله واليراس من الناموس خالي، واليراس من الناموس خالي. يا سلام يا سلام، التحدي الإثارة هنالك. بلشة بلشة يا بلشة، بلشة على المركز الأول، بلشة على مقدمة الشوط في هذا التحدي الكبير مع انطلاقة حمد بن جار الله البريدي الذي يتواجد على المركز الأول. المركز الثاني القادمة وأوله، أول إذاعة للقادمة في هذه اللحظات، فهي حرب لراشد بن محمد بوشهاب الهاء المري المتواجد في هذه اللحظات. وهنالك القدوم، القدوم في هذه اللحظات والوصول من سعيد بن بطي المري القادم مع الذيبة. ولكن أبناء المملكة، أبناء المملكة، أبناء حايل وصلوا في هذه اللحظات، وصلوا في هذه اللحظات. تكريم وصلت مع ندى بن سعدون الشمري القادم بكل قوة، يريد أن يبعث السلامات إلى أبناء المملكة، إلى أبناء المملكة. الله الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. ولكن ولكن هنالك حربة على المركز الأول، من تتواجد على المركز الأول؟ لراشد أو من يتواجد هنالك في هذا التحدي في هذه الإثارة؟ القوة الحاضرة مع راشد بن محمد بوشهاب المري على المركز الأول، على المركز الأول. ذهب إلى السيارة، ذهب إلى السيارة مع حربة 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 على رأس حربة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه حربة وعروضها الممتازة باعدت المسافة، باعدت المسافة. يا سلام يا سلام، التحدي الإثارة هنا مع انطلاقة حربة وعروضها الممتازة والأمتار الذهبية التي تتواجد فيها حربة. تهانينا لراشد بن محمد بن سالم بوشهاب المري. سلام يا دولة قطر، سلام سلام لدوحة الخير، سلام وتحية واحترام لهذا الشعار الممتاز، شعار حربة لراشد بن محمد بن سالم بوشهاب المري المركز الثاني. فكان الوصول هنالك مع الواصلة هي الذيبة لسعيد بن بطي الحسن المري المركز الثالث، فهو شعار البريدي مع بلشة لحمد بن جار الله البريدي. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين، تهانينا للحاصل على المركز الأول فهو راشد بن محمد بن سالم بوشهاب المري مع حربة. وذهبت السلامات إلى الأشقاء هنالك في دولة قطر. وكان عشري بدمع ابغنا موسها يا مربها الشيخ الجاري، هادي يا الشيخ لمن شافها يغتنمها، كانها اللي على خوض الجموع انتحاري، فارس تستدي